يلا بسم الله. طبعا هسه رايح القحاني، اي واحد صاير بيه كورونا قبل وانا صاير بيها كورونا. طبعا هي كورونا بس انا اقولها كورونا لان هنا باليوتيوب شويه شفروا هاي الكلمه. اوكي المهم، فهسه انا طالع طبعا رايح القح، اي واحد صار له 6 شهور صاير بيه وصاير 6 شهور مسموح يلقح، ويلقح مره واحده فقط ما يلقح مرتين، مره واحده. وطبعا اللي يلقحون بالبدايه احنا اللي مثلا الحوامل المرضى اللي صاير بيهم كورونا يلقحون ذولا اول شيء افضليه، البقيه يعني هسه نور ما تلقح هسه على الدور، اول شيء يلقحون الكباريه والمرضى واللي صاير بيهم، يلا بعدين يلقحون نور مثلا ويوسف بالمدرسه يمكن راح يلقح، او يوسف يمكن اصلا ما يحتاج له من 12 سنه وفوق يمكن، ها ما متاكد من المعلومه على اساس قالوا هيك. فبعد خلينا نشوف هسه راح اروح القح هنا حتى نخلص، حتى اشيل هذا الكتاب الاصفر مالتي مال اللقاحات عندي على مود وين ما نروح، وين ما هذا بعد بامان، وان شاء الله الله يبعد هذا المرض عنا. وهسه طلع هي كومه جدد طلع عنا ابو الفطر او المدري شنو العفن الاسود من الفطر الاسود واشكال يوميه طالع لنا شي شكل. المهم فيلا خلي اروح هسه القح وان شاء الله صحه وسلامه لي وللجميع ان شاء الله اكيد طبعا. يلا يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. So, after ein bisschen geblutet, ja, aber die kann man achten. Ist okay. Das ist normal. Ja. Nehmen Sie keine Aspirin oder sowas, ne? Ja. Nein, lassen Sie mal da. Lassen Sie mal da. So ein bisschen putzen, locker lassen. Ist das locker lassen? Blutet nur in dem Moment, blutet, wo man Nadel macht. So, gut. Gut. Mach ein Pflasterchen. Gut, danke schön. Nächstes Jahr auch so oder im Moment nur? Ne, vielleicht nur einmal. Einmal so. Das kann ich abmachen, da blutet nicht mehr. Na, wo war das? War hier? Da war da. Ja. Gut, alles gut. Gut, vielen Dank. Einmal. وهو اخذنا اللقاح وكملنا الحمد لله وشكر، وانتظرت 15 دقيقه قال لي انتظر يلا تروح، الحمد لله وشكر لحد الان الامور تمام، فندعونا ان شاء الله خير. يلا رايحين البيت هسه. على فكره هسه اللقاح اللي اخذته اني اللي هو اللقاح الفايزر، اوكي بس فايزر شنو امريكي لو الماني والله ما ادري المهم نسيته، فاللي يعرف خليه يكتب لنا جواب بالتعليقات. هسه اصدقائي رجعت لكم باليوم الثاني طبعا. طبعا خل اقول لكم شنو حسيت بعد اللقاح. شويه حسيت نفسي بيدوخه وشويه هيك يعني مو طبيعي، مو مثل قبل مصحصح وهيك، لا شويه مخنطل بنفس الوقت. انه ايديه بصراحه ما قدرت انام عليها، هي هاي الصفحه وبالقوه احركها، الحركه مالتها كانت شويه صعبه بيها الم لين يعني. ولما احرك ايدي يعني هاي حركات مثلا اجيبها لي قدام تكون بتاذيني، فقال لي بس هو يوم واحد يصير عندك وان شاء الله يروح، بس الامور كلها تمام الحمد لله والشكر. واتمنى من عندكم اي واحد خليه يروح يلقح لا يخاف، واهم شيء اهم شيء يكون انت اللي صاير بيهم قبل، شلون انا صاير بيها قبل، تلقح مره واحده. وبنفس الوقت قال لي الدكتور لازم عابره 6 شهور، يعني لان قال لي انت من لقح بالبدايه من صار بيك عندك مناعه 6 شهور كامله، عندك مناعه، فهسه بعد ما تعبر ال6 شهور تروح تلقح اللقاح مالتك. فافضل لكم ونصيحه من اخوكم روحوا لقحوا حتى نخلص من هذا الوباء ونخلص من هالهسه اللي يطلع جديد، من نعرف الله ايش كاتب لنا ما كاتب لنا، فالعلينا احنا نسويه وروحوا لقحوا. والف صحه وسلامه لي ولكم ايضا، تحياتي لكم، شيف سان العبيدي، مع السلامه، باي.